ريموت تجربة سينمائية هي الأولى للشاعر المخرج عمر السراي. استضافها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عبر إحدى جلساته الصباحية. الصراع وما يؤول إليه من موت ودمار هو ثيمة العرض الذي حظي بنقاش موسع، رغم إنها محاولة لولوج عالم الفن السابع. تلك هي المسألة، أرض تزعنا أفرادا وتضيق علينا جماعات، من المحال أن نموت فيها معا. ما جرى في فيلم ريموت حينما قلت بأن الميزانية صفر، هذا أمر ليس اعتباطي. أنا أعرف السينما الشعرية وأعرف تاريخ السينما، ولكن مساحة ما ننوي أن ننفذه تتعارض مع مساحة ما نستطيع أن ننفذه حقا. الفيلم السينمائي يتحدث عن قصة ثلاث شخصيات يعيشون داخل جهاز التلفاز ويتحاربون فيما بينهم في عالمين مختلفين. ممثلون تحدثوا عن جهد وحلم جمعهم معا لإنجاز تجربة، تحملوا كلفة إنتاجها وعبروا عن فخرهم بما أنجز. كانت التجربة كلش حلوة أكيد، اللي يعني أوكي هو بأخطاء وماكو عمل متكامل أبد، ولا غير إنه إحنا اشتغلنا إنه عمل لأنه مو كله متكامل، بس إنه عرفنا شنو نشتغل. كان إنتاج مالنا صفر من ناحية المعدات، من ناحية المواد، من ناحية إجور الفنانين أو كل شيء. فأستاذ عمر كان القائد مالتنا، أو هو كان المرشد للعمل من ناحية كتابة السيناريو، من ناحية كل الشغلات. ضرورة إنشاء صندوق لدعم أعمال الفنانين سواء السينمائية منها أو غيرها هو ما أشار إليه بعض المتحدثين، فيما أشاد آخرون بالرموز التي حملها الفيلم والرسائل التي استطاع إيصالها للمتلقي. أنا مستعد، ما أدري، لازم أخذ موافقة المكتب التنفيذي أن أضع صندوق بالاستعلامات مال النادي، كل فنان يدخل يدفع 1000 دينار بهذا الصندوق. ألم يكن المتقاتلان في هذا الفيلم هما المتقاتلان في سنوات السوء التي مرت بنا؟ الدلالة واضحة كانت. ألم تكن المرأة هي ضحية هذه السنوات؟ تجربة سينمائية تشي بالكثير من القدرة على تطويع عناصر اللغة السينمائية لخدمة الفكرة التي طرحت بروح شاعر مغامر. موفق مجيد، الحرة، بغداد.